مرة عنده في الرأس ومن عند الرأس هو كيده بالسنسول ودرنا القبض دابا علينا عند الأطيبة كلهم ملقاوش متسرح الشعر دابا هادي متسرح شحال تنديرو ليه الدواء وكنديرو كلشي حتى حاجة مصر شحال هو مريض بهذا المرض هذا؟ دابا هذا المرض دابا قول جاي 10 سنين 10 سنين وقلتوا بانه دار شي عمليه في الراس علاش دارها؟ دارها على كان عنده شي ميكروب في جبهته. هذاك الميكروب ولا شحال يدني الطبيب ما قدرش. وهو شي عنده في الراس. ما كيبرك ما كيوقف ما حتى حاجه هو هذا خصك خصك الناس كلشي يجوا يقلبوا. اين الناس ضغطنا على الجيران ضغطنا على الناس بعاد من قريب كلشي الناس كيجوا يقلبوا. شي كيقلبو شي ما كيرصاش هاد العملية على راسو واش يلا دارها مؤخرا ولا قديمة؟ لا دابا 10 سنين أكثر شي 19 سنة 19 باش دايرها؟ ما تكونش هي اللي مأثرة عليه مثلا دابا حاليا؟ لا ماشي هي هو داكشي زايد وتيتربى فيه زايد وكيتربى كنشوفو في الصدر ديالو بحال قلتي كرشو خاوية وصدرو منفوخ دابا صدرو منفوخ انت تشوف دابا حقاش داكشي اللي عنده في كرشو تاني هبط ليه داكشي في الكرش والظهر السنسور والطبيب اللي كتمشيو عندو واش قال لكم على القضيه ديال الكرش شنو قال لك راه كيعطينا الدواء كيقول واخا نشوفو نشوفو با محمد الا بغى يقول لنا شي حاجه قربي ليه الميكرو قربي ليه الميكرو نسمعو لا طالب ليرين طالبو ليه ليرين طالب ليك ليرين با محمد واحد في قلب واحد الراس دابا بو محمد انت باش كتحس شنو كتحس به كلشي هذا واحد الحاس والو هذا بحال نص الشلل بو محمد قبيله كنت كنهضروا معاك وتشنجتي واحد شويه واش كتحس براسك ملي كتشنج حاس ملي كنتشنج غنتسرح شويه وهاد الحاله كتجيك ديما بو محمد ما كانش انا بحال بحال لامين هذه ديال التشنج بغيت كتجيك التشنج علاش ما بغيتش علاش ما بغاش يديروك لي راه؟ كان يجي هادشي يعطيك الشر ياك با محمد شنو كانت الخدمة ديالو؟ أنا عشان هي بيمشي في نادي يعني ما عندو لا انتريت لا والو؟ لا والو عشنا في حالة ما نقولش ليش عندكم الراميد؟ واش داروا معكم صحاب الراميد؟ با محمد دابا شنو كطلب دابا نتايا؟ شوف كيفاش ندخل فواحد اجي مرحبا سير سير دخل ليه دخل ليه دخل ليه تكلم معنا خليه تما السلام عليكم وعليكم السلام انا كندير الاخ ديال هذا السيد هذا ودابا كنطالب من جميع الاطباء ديال المغرب الحمد لله غني بالاطباء ديالنا وكنشتهروا بالاطباء ديال المغرب كنشتهروا بهم وكنطلبوا من الاطباء باش يتعاونوا مع هذا المخلوق هذا راه هو ولد الوطن المغربي ولد البلاد ويتعاونوا معاه راه الحاله ضعيفه واللي كاين راه كنتم كتشوف فيه هذا نداء وكنشهروا احنا الحمد لله كنشهروا في المغرب من الاطباء ديالنا باش يتعاونوا مع هذا المخلوق هذا وشوفوا الحاله ديالو حنا ضعاف ما عندناش هو ما عندوش حنا عائله الوالد ديالنا كان فقير بقينا عايشين فقراء والاخ ديالك شيخ والاخ ديالي ولد امي وبا ولكن الامكانيات ما كاينش باش نكونوا به حنا كنطالبوا من جميع الاطباء ديال المغرب الحمد لله كنتعناو به عالميين اطباء وكنتعناو بهذا ويشوفوا من حال هذا السيد هذا كيمشي وكيرجعوه كيمشي كيرجعوه وكاين شي 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 بروفيسور اللي غادي يكون به ويقمع تيدير ليريم ديالو يدير المسائل ديالو ويشوف يحدد لي المرض ديالو فين كاين كنشوفو بو محمد كيبكي ولا الزوجة ديالو يعني تقهرنا مبقاش عندنا الشحن أنا تانا مكنمشيش
رجلي ما كنمشيش انا راك باش كنروح نتحرك وتقهرت ومن وليت كنمل الدنيا ما بغيتش فيها الدنيا نعيش فيها المرض اللي فيه هو وانا مريضة وولدي ما عندوش شحال عندكم ديال الوليدات هذا؟ عندي واحد عنده كريري صافي باش كيجيب لينا باش كنترزقوا والناس كتعاوننا وبعض واحد كيعاونوا في الدوالة هذاك مولا الفارماسيانات كيعاونوا بشوية عايشين مع المحسنين وصافي مع مولا الفارماسيانات دابا كيشوف كيقول عندك جي ما عندكش شي طب با محمد يقول لنا شي رساله شنو بغيتي تقول لبا محمد ما تبكيش با محمد بلا ما تبكي با محمد ما تزيدش يعاود هم على هم انا بزاف وشي مول ولا شي ورسيني شويه الحظ ما كناش قرضاو با محمد لمن كتوجه هاد الرسالة ديالك اليوم؟ جميع إخوان المسلمين جميع الإخوان يتعاونوا معاك ويوقفوا معاك حتى الدواء الحمد لله هذاك الشيء اللي الوالدة شنو الرسالة ديالك؟ بخير هادشي اللي قال صافي هادشي اللي قال توجهي للمحسنين وهضري معاهم وقولي لهم طلبيهم على انهم يوقفوا معاكم ويوقفوا معاكم راهم ما كيشوفوا الحاله ديالنا وراهم ما غاديش يتخضى على كل شيء باين انا ما كنمشيش عندي ما كاينش اللي يهزنا هذاك الولد ما عندوش حق باش يتزوج الامكانيات باش يتزوجنا شحال عمرو الولد شحال؟ 36 ويما زوجنا حتى المراه ديالو راقيين نيبات عنده وليد دابا خصو يشري له الحليب 5000 ريال الباطه باش كيشريوها ليه ثاني كنشد الدواء ومرتو الدواء وكلشي راه الحاله ما نقولش لك فيها وصبرنا علينا ما رضيناش ما كنرضاوش ولكن حلت لينا العظام جوعي في كرشي وعنايتي في راسي ما كنرضاوش شحال هذيك ولكن خوتنا المغاربه المحسنين راه شوف الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نتكافلوا باش نكونوا مع بعضياتنا ماشي عيب الا توجهنا لبعضياتنا وطلبنا من بعضياتنا كنا هي ساكنين وليدي كان محتاج كيحتاج ولكن هنايا ما بقى عرفنا حتى واحد ما كان تقنيت ملي كنا ساكنين ليه كانوا الناس كاملين انتم مستافدين هنا انا استفدنا وعاونوني خوتي وعاونونا باش وعندي واحد المحل فوق ما لقيتش باش نبني خليته بغيت نكري زعما نعاون به ما لقيتش باش نبني ونتمنوا من الله على ان المحسنين يسمعوا النداء ديالكم الله يجيب الشفاء امين الله يشوف من حالكم الله يجيب الحال